السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوج جديد. اليوم نهار الخامس تاع الجيريا 2.0. قبل ما تشوف الفيديو ابوني لاشين وجامل الفيديو. دروك يديروا لي كونفيرونس مع امير راغب حسام، دوك راهم هنايا دروك، بقوا معنا. راح يعرفوا كل واحد يحكي بريزونطاسيون على روحو صغيره، من بعد نفوتوا للبانل كيسيون. يعني شي كيسيون دومين تاع انترنت ماركتر، يعني في الادموب ادسنس، في الديفلوبمون دابليكاسيون موبيل، في شوبيفاي، يعني كل الامور هذو في السي في ا يتفضل ويطرحهم علينا. نبدو نقدم روحو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. على كل حال انا بعد المؤتمر كان في المغرب، كما قلت بعد المؤتمر اللي كان في المغرب وحضرناه مع الاخ نور الدين الفاقي اللي كان نظم هذاك المؤتمر في المغرب، كنا حاضرين حسام وجماعه تما تاع الماركتر. ديسيدينا باللي كي نولوا الجزائر ان شاء الله كاين بزاف شباب مهتمين بالدومين تاع الانترنت ماركتينغ. كرينا جروب في الفيسبوك، يعني اللي وين لقات الجو، وكانوا بزاف شباب متحمسين. على كل حال هم كاع الله يخليك ليهم. ديسيدينا قلنا احنا ان شاء الله باش يكون ملتقى نتلاقاو. جات لوكازيون اليوم، احنا ما كناش استطاعين باش نجو هنايا، الحمد لله تلاقينا بهم وكلش. كانت 1200 دولار، وكان التوب سكور اللي وصلت ليه هو 12000 دولار. خدمت في العرب، دونك اغلبية ديال لي سيت ويب، دابا عندي 5 ديال لي سيت ويب، اغلبية ديال لي سيت ويب اللي كنخدم بهم في العرب. يعني كما اغلبية ديال لي كيسيون اللي كيسولوا الدراري واش العرب فيهم فلوس ولا ما فيهمش فلوس، العرب فيهم فلوس. خصك على حسب النيج، ولا خدمتي شي نيج ديال الدريات ولا الفضائح، راه فيكم فلوس مزيان. و كاين من بين المشاكل بزاف اللي كنت كنلقى، حتى انا في الاول كان تسد لي الكونت فيسبوك ادس الاول، فيسبوك ادس الثاني. كاين مشكل كيما كاين عندكم بزاف في المغرب ديال ترونسفير ديال الفلوس، دونك كاين واحد المارج ديال الماكسيموم اللي ما تقدرش. حاجه اللي ما ضرنيش دوك، بصح نعطيك حاجه اللي تفيدك. بون تقدر دير كونت فيسبوك، كاين بزاف الناس يقولوا باللي فيسبوك راه يخدم على الاي بي باغ اكزومبل، تراك في الدار
نيميرو تاع الميكرو تاعك، نيميرو سيري تاع الميكرو تاعك، يقول لك راهو يبلوكينا على جال. بون فيسبوك هذه بكري ماشي دوك، دوك فيسبوك ما يخدمش بالاي بي هذه تاع باي زوب. انت وما راك ساكن في باتيم ولا ديزابارتمون كامل تقريبا عندكم نفس النيميرو تاع الاي بي تاع الميكرو. بون فيسبوك يبلوكيك انت تسمع دوك كاع يروحوا في الرجلين ما يروحوش. هذه بكري هذه دوك فيسبوك اللي يخدم بالكوكيز هذه الاولى، واللي يخدم على جال نو ولا لاكارت اللي تستعملها انت واش دير. بون تروح تحكم الميكرو تاعك دير فيه دوزيام يوتيليزاتور، انت كي تدخل الميكرو تدخل ديريكتومون كاينه وين دير دوزيام يوتيليزاتور ديرو على اسم يماك. يا باغ اكزومبل تبدا بالام نقولو ولا اختك ولا اخوك ولا دير اون تاع لامير تاعك وتبدا تخدم فيها عادي، تخدم فيه تفتح فيسبوك عادي. هما الناس بزاف تفتح في سمانه ومن بعد دير كارطا تاعها ولا باي بال يبلوكيها. بو فيسبوك راه فاق دوكا ماشي كيما بكري راقد على ودني ولا دوكا. انت تخدمو لمده شهر تخدمو كون ان بروفيل ريال، دير فيه دي فوتو تصور طلع دي فوتو دير دي زامبي تقول لهم بلي راني في اسبانيا ماشي اسبانيا تقول لهم راني في الجزائر ما تخرجش من الجزائر مثلا تقول لهم راني جيت راني في وهران هذيك تاع لوكاسيون. بون ديرو بروفيل نورمال دير لي زامبي تاعك دير لي جام كلشي لمده شهر شهر يعني تصبر عليه. تحب دير دو ولا طروا او ميم طون دير لهم دو كونت في الميكرو تاعك. بعدا واش دير انت اللي راك خدمو على اسمه باغ اكزومبل ما يماك ولا ما على باليش دير لاكارطا بايونير هكذا، دير لاكارطا بايونير تعمرها وديرها مع الباي بال هكا فهمتني. من بعد الباي بال ديرو مع الفيسبوك. وقتاش ديرو؟ ديرو بعد شهر ما ديروش قبل شهر، بعد شهر ديرو. من بعد دير الاعلان تاع جام لاباج ولا ما على باش ب 5 دولار غير فوت الاعلان يبدا صافي فيسبوك ما يبروديكش الكونت. هذا اللي راهو السر اللي باين تحسب الاخر ما تقدرش انا تقول لك. يعطيك الصحه شكرا جزيلا. بارك الله. السلام عليكم. حسام عندي سؤال. تفضل. جوجل ادسنس تقدر تتحكم في الاعلانات 100% ولا لا؟ هذا سؤال يجي اللي راهم يسالوا فيه بزاف اللي يقول لك اسكو جوجل حرام ولا حلال. بون جوجل انت واش تتحكم فيه؟ كاين الحرام وكاين الحلال. دوك انا نعطيك موس قادر تقتل به واحد قادر تقطع به بطاطا والله ما على بالوش تقطع به انت. دوك جوجل انت انا فهمت الاخوه بزاف اللي كاين. بون كاين الاخوه راهم يخدموا في الدول العربيه كاين اللي يهتم بالحرام كاين اللي ما يهتمش وكاين اللي ليميتي الحرام يفلتريه. الحرام صافي دير يعني راك تشوف حاجه خايفه والله ما على باليش. هو الحرام ممكن تضرك اعلانات في قمار، ممكن اعلانات تعارف تاع الشات مسيحيه كيما نقولوا بزاف اللي راه يظهر لهم الاعلان لهنا اللي يظهر له الاعلان هذا يرفد يده يقول لك تعرف على الله ولا تكلم مع الله استغفر الله. بون هذا انت كي دير انت كيما نقولوا انت دير ارتيكل يقول لك باغ اكزومبل شاهد فضيحه هيفاء الوهبي وفستانها وما على باليش وخطي هذا كاع. انت راك تستهدف الناس العربيه. بون هما الكبر كيما نقولوا الدول الاوروبيه هي راهي تستهدف الدول العربيه باش توري لهم هذا باغ اكزومبل القمار والفوركس وما على باليش. انت كي دير موضوعك على العرب راح يجيك الاعلان هذا بصح. جهه اخرى كون دير باغ اكزومبل انت موضوع على كيفيه الاعتناء باسنانك وتستهدف دوله امريكا ولا اوروبا وهذاك الارتيك تاعك حيكون مستهدف للناس تاع اللي راهم يحوسوا على باغ اكزومبل على سوليسيون لي دون تاعهم اسنانهم. ما راحش يظهر لك انت تعرف على الله في امريكا على هذه سي بورسا انا راني نخدم. باسكو انا قبل ما نونسي ارتيكل ولا نونسي اعلان تاعي اولا لازم الانسان باش يربي رزقه الرزق وكل شيء وخدمته تكون في طريق صحيحه انك تخدم على الحلال. كون عندنا نخدموا على الحرام راني ب 100 مليون دولار راني نمشي وراني عادي جدا. بصح كي تخدم على الحلال ممكن توكل العائله ممكن توكل العائله تاعك خبز ولا توكل لهم دراهم حلال ربي يبارك فيه. هذا هو المنظور تاعي يعني. كي ندير اعلان ليزامريكان راح يظهر لهم كي نكتب ارتيكل شباب وارتيكل يعني ماشي كوبي كولي ولا سبام ولا راح يظهر لهم اعلان اللي يكون متخصص في هذاك الدومين. ونتستي انا راح ندخل للميكرو تاعي اللي راه في الماريكان نشوف واش يظهر لي اعلان. اذا كان يظهر لي اعلان
ماشي مليح ولا قمار ولا تعارف، راه ديرك نبلوكي فيلتري كما تعرفوا نتوما تعرفوا الفيلتري. الفيلتري عندك تنحي من لا ليست هاد الشركه ولا هاد النوع تاع الكاتيجوري ونمشي. يعني غالبا انا 99% ما يجيونيش اعلانات باسكو نعرف شكون يستهدف. هذا ما كان الفيلتر ساعات. عطيك ساعه. السلام عليكم. مرحبا حسام، بارك الله فيكم والجماعه كامل على الفرصه اللي عطيتوها لنا. عندي سؤال بخصوص شوبيفاي، على باليش تقدر تجاوبني. عندي معلومات بصح روح معليش. بالنسبه للمود باي موف في شوبيفاي، يعني رقم واحد هو باي بال، الناس كاع تستعمل باي بال. وي وشنو الافضل يعني باي بال يكون بيرسونال ولا بيزنس؟ بون هو باي بال من الافضل يكون بزنس. كاين بزاف اللي راهم حنا مش قادرين نبداو باي بال و شوبيفاي. شوبيفاي الاخوه اللي ما يعرفوش لهنا شوبيفاي هو ستان سيت بلاتفورم دو اي كوميرس. يعني تروح انت لهذا البلاتفورم تحط الفوطو تاع البرودوي تاعك تاع اللي تجيبو من لاشين ولا ما على باش تشري بار انترنت. معليش نقدم الاخ عبدو هو اللي يشرح لكم واش هو شوبيفاي ومن بعد نكملو. نخدم شوبي باي، هي بلاتفورم تبيع فيها سلعة تجيبوها من لاشين سورسيوها تقدروا تسورسيوها تقدروا تسورسيوها من اي باي من علي اكسبريس من امازون كيما تحبوا وديروا باجا فيسبوك وتبيعوا السلعة. قادر تبيعوا في لي باج زعما كي تجيب السلعة تاع سيادة تبيع في لي باج تاع لي سويبي وسيادة. قادر تكري ايمان تكري باجا كما نقولوا كما دوكا وشايع في الملكة ان هذا جيم اوف ثرون. قادر تكري باجا تاع لي فان وتطلعها بشويه بشويه ومن بعد دير فيها السلعه وتتباع. وتاع الباي مو ياكو انا ثاني حصل فيها هذا. تاع الباي مو اللي هو حاصل فيها. وبلاد الاخوه اللي بزاف يخافوا باي بال نكمل لهم برك الاخوه شوبيفاي اللي هو سام بلاتفورم. تجيب فوطو تاع برودوي تاعك نقولوا سلسله ولا براسلي ولا تاع نسا تحطو تحط ان ديسكريبسيون عليه الشرح تاعو. هو لازم في الدين تاعنا باش انا باسكو ما عنديش معلومه في هذا السبام هذا داخل في الانحراف هكذا راك لا مش سبام مش سبام هو ما كانش على سبام. الجواب يجاوبك عليه الاخ محمد سري. السلام عليكم. فوالا في الاسم تاع الكيورد اللي مش قاصد لا في الديسكريبسيون لا في العنوان هو راه يستعملها في الاسم تاع لي ماج تاع سكرين شوت. سكرين شوت يكتب الاسم تاع الكيورد غير ولا في الايكون ميم الاسم كي يطلعها في جوجل بلاي يطلع الاسم تاعها ويستعمل برك لي هاشتاج في الديسكريبسيون هو اللي راه يجيب لها ليتيليزاتور لابليكاسيون. داكور ربي يحفظك. كاين كيستيون واحد اخر باغ اكزومبل انا لقيت ابليكاسيون ناجحه بنت ناجحه في الستور وهي مش شخصيه مشهوره ماهيش يعني هال سيمبول تاع راه ديفلوبر كبير. قلبتها اكزاكت كيما هي باسكو لقيت كود سورس نتاعها مي بدلت ليماج بدلت كولور بدلت الديسكريبسيون بدلت كلش عاد لو نو ما كتبتوش كيما هو. اسكو هذه دير خطر على الكونت نتاعي ولا ما ديرش خطر؟ اي هي تشكل خطر. ها هي تشكل خطر على الكونت تاعك ولكن لكن اذا غيرت الايكون تشبه الايكون تاع الجو اوريجينال. لا الايكون ما تشبه حاجه هي الكود سورس هو اكزاكت نفسه ولكن بدلت كلش ما تشكلش خطر كيما بس في الديسكريبسيون تاع جوجل بلاي ما ديرش ديسكريبسيون يديرها هو في جوجل بلاي. اكيد اكيد هي مشهوره ولكن هو مش ديفلوبر مشهور. اي ولكن عندكم ما ديرش كيفاه. داكور صافي. كاين كيستيون ثالث في السي بي اي نحوس ندير مثلا نتبع عرض تبعت عرض قلدته اكزاكت كيما هو قلدته اكزاكت كيما هو ما عطانيش ريزلت سيت بقيت نتبع في نفس الشخص درت معناها واحد الطروفو ونتبع في العروض نتاعو. كاين هو داير عروض تاع امور محرمه ما حبش نقللها وكاين امور تاع المحرمه هذيك اكيد تنجح باسكو لا شفت جماعه قلدوها ونجحت. انا ما حبش نقلدها بقيت نقلد في العروض معناها العاديه الحلال يعني مثلا كما قلت القطط مثلا حشكم الكلاب قلدتهم اكزاكت كيما هو بالتراكينغ بكلش بالفوليوم ديك ما عطاتش نتيجه ما عرفتش عليها بدلت لاندينغ بيج بلا لاندينغ بيج بدلت حتى الشركه اللي المعلنه معناها انت مازال غير ما دخلتش للدار وديت له كلش يا اخي.
زيد يا انت خاصك انت مازال برك اللي خاصك الاوبتيميزاسيون وهذا هو السر تاع اللي راه ناجح الحمل انا غنعطوك نعطيك الحمله تاعي تديها وما تنجحلكش كما انا كان في 2014 كانت عندي حمله ناجحه كنت مخدم واحد انجليزي معايا بون كان هو المستعمل الادسنس تاعو واش راح دار هو كي شاف الدراهم بزاف داو الدراهم يدخلوا ايوا واش راح دار هو سرق لي الحمله تاعي سرق لي الموقع راح دار كيفان دار نفسان وراح مشات له شهرين وانا عندها عام ونص مثلا الان تمشي الفرق اللي هو في الاوبتيميزاسيون وفي التارجيتينغ وفي السورس دو ترافيك تاعك بالك انت راك تشري دوك من فيسبوك انا راني نشري من شركه ما تعرفهاش اصلا بريفي والكاليتي تاع الترافيك تاعها مليحه الاوبتيميزاسيون بالك فلاج هو لاج باسكو دي فوا الشركه اللي راك تجيب منهم انت يعطيوك زعما الحملات الناجحه دي فوا كاين دي زانفورماسيون يبداو لك غالطين باسكو دوك لانفورماسيون ما يقدرش يديها من عند مول الحمله نكون بلوكي انايا باش يلحق السي تاعي بلوكي ما يقدرش يدي حتى معلومه من عندي يعني يعطيك هكذاك اليطوار انفورماسيون اليطوار هكذاك انت هذاك ممكن تبدا باغ اكزومبل انا دوك باغ اكزومبل الحمله الناجحه عندي راهي من 35 ل 40 فام وانت راح درت من 25 راك تحوس راك خارج خاص الدراهم وما تنجحلكش باسكو ما ديتش انت الاوبتيميزاسيون تاعك فهمتني واه السر هو الاوبتيميزاسيون هو بادي بشركه معينه لازمك 5000 دولار على الاكسبريسيون الاولى ولا بادي بفيسبوك ادز اللي هي امازون هو وانا ديت فيسبوك ادز حتى ما تقدرش بالك هذيك الشركه غير دايرها هكذاك بالك عنده شركه واحده اخرى بالك عنده ايميل ليست بالك عنده حاجه واحده اخرى واش قلت لك انا في الاوبتيميزاسيون بالك انت راك تسيف لاج ولاج واحد اخر هو المربح شي نصيحه من هنايا نصيحه انك معليش تسيي سورس ترافيك لازم تصرف دراهم سورس ترافيك واحد اخر قسم الاعلانات تاعك ديرها من 25 ل 34 ومن 35 ل 44 هذه سنه ومن 45 ل 54 سنه وشوف وينه كيما نقولوا السن اللي راه يجيب لك لي كونفيرسيون المبيعات هكذا باش تعرف اذا خسرت انت باغ اكزومبل دو فوا ولا تروا فوا السعر اللي تربحه من المبيعه باغ اكزومبل دوك الشركه هذه تخلصك 40 دولار على كل منتج تبيعه انت اذا فات خسرت 100 دولار ولا 120 دولار وما ظهر لك والو بدل سوس ترافيك هذا ماك والطريقه هذه راه مليحه كي تتبع العروض مليحه بصح خاصك تاستي ماشي انت واش يمد لك المعلومه انت تروح تطبقها ديريكت لا مش مد الاولى تبعته درت له باكينغ خاصك لهن بزاف الناس اللي راهم غالطين في الدومين تاعنا انه دوك كيما كاين ناس ان ممكن شكون اللي شاف الحمله اللي مديتها لهم اللي دخل 10000 دولار في الشهر تاع دونالد ترامب بون انا عطيت لهم حمله دخل 10000 دولار في الشهر يعني في دراهم تقريبا 200 مليون وكاين ناس دخلت منها دراهم سيرتو من الجزائر من هنا عطيتها لهم غراتوي وعطيت لهم حتى الطريقه تاعي عطيت لهم كلش دوك انت قادر انا نمد لك الحمله تاعي ما تنجحلكش علاش كاين اسباب كثيره تتحكم في هذا اللي هو الاوبتيميزاسيون الاوبتيمازيون يعني تحسين الحمله تاعك تحسين استهداف الحمله تاعك ممكن انا نعطيك الاستهداف بس ما نعطيكش الاستهداف المليح كاع اللي راهم عندي انا فهمتني يا عدي هذه حبيس السلام عليكم وعليكم السلام يعطيكم الصحه الشيخ حسام وخاله اليوم معك حبيت نسالكم كذا عن شو في فارق وشنو الحاجات تميزو يعني انا بالنسبه علاش ماشي ندير هوست ونطلع سكريبت كيما شوبيفاي وما خرجش تكاليف الزايده تاع شوبيفاي وشنو حاجات من هذه اللي تميزو انه هو عنده قديم في الدومين اولا وبلاتفورم معروف وموثوق ونسبه التحويل تاعهم هو الاوبتيميزاسيون تاعهم تاع لاباج باغ اكزومبل فيزيتور كي يدخل لاباج يلقى لاباج كيما نقولوا مليحه وامنه ويقدر يشري يعني لاباج دوك انا كي ندخل قلبي يطمن لها هذه هي عندهم نسبه التحويل تاع المبيعات تاعهم عاليه يعني باغ اكزومبل يدخلوا لك 100 اوتوماتيك واحد 10 20 يشريوا من عندك تاع 20 كي يشريوا من عندك برودوي تاع 40 دولار راهي 800 دولار بار جور ولا بار اور ولا بار موا ولا كيما تحب يعني لازم تتبع الشركه الموثوقه اللي تتعامل معاها انت الطريقه اللي قلت عليها اللي هي طريقه الوو كوميرس اي كوميرس الوو كوميرس انك الوو كوميرس اللي هو انك انت تخدم بلاتفورم تاعك بصح انت باش تخدم بلاتفورم هذه مليحه بصح انت باش توصل نسبه التحويل باش تريك لي لاباج تاعك وتحسنها شحال تقعد انت عام وانت تحسن في لاباج باش تلحق نسبه التحويل تاع شوبيفاي يعني من اسهل اختصار الوقت تروح للشركه اللي راهي امنه ومضمونه وعندها اكسبيريونس صح انا كنجيب تسمى نجيب سكريبت قادر نتفاهم مع ديفلوبر
علاه علاه تعقد الامور بصح علاه هي قدام عينك ودني ها هي ودني وراي روح دير داك الشوبيفاي راه ملايين راه دخل ناس ملايير دخل في الملكه منهم كاين واحد راه خدم سكريبت يعني اللي قدامك روح لشركه امنه اللي ما تسرقش يعني اللي انت دوكا كتولي دير السيرفر تاعك بعد وثيقه انت دير السيرفر تاعك بعد تولي تخمم لي انت هي تخمم تبيع للسيد ولا تخمم تكونتاكتي بار ايميل ولا تخمم تلقى السيرفر تاعك تولي خاسر روح دير شوبيفاي بارك الله فيك كبارك السلام عليكم. وعليكم السلام. جيت عندي اون كاستيون ما هما لي ميور سيت اللي تبع فيهم الجديد تاع الدومين سواء جدول اللي يخرجوا في الدومين حاول لي ما هما لي ميور سيت اللي تعلم منهم جديد في الدومين لي نوفوتي اللي يخرجوا تاع الاي ماركتينغ بون كاين افيليت فيكس اللي هو يعني ما فيهش بالدراهم هذا تلقى فيه كلش على سي بي اي الاكسس الاربيتراج على شوبيفاي لي زابليكاسيون هذا وكاين ستاك دات ماني هذا بيون هذا يدخل 99 دولار بار موا باش تتعلم فيه يعني تقريبا نفس المعلومات اللي راه كاينه في افيليت فيكس كاينه في الاخر ولا فيسبوك كلش في نستافدو كاملين Il va venir, il va se présenter, il va avoir beaucoup de questions, réponses et on, vraiment on compte pour vous pour les questions et on compte pour sur un silence total pour qu'on puisse s'entendre par la suite. Donc est-ce que je peux compter sur vous pour bien accueillir Amine quand il sera là, vraiment beaucoup d'applaudissements. Est-ce que je peux compter sur vous ou d'abord je vais voir un test. Test. Ada, marche le matin tout de suite. Un autre test. Donc voilà, Amine sera là dans quelques minutes, je compte sur vous et je vous souhaite une bonne conférence avec Amine. Et bienvenue à Algérie 2.0. Un grand merci bien sûr à tous les intervenants de cette matinée, à tous les intervenants de cet après-midi. Un merci spécial à tous les gens qui ont partagé, bon, principalement bien sûr nos amis, Nordin, Hussein, je ne connais pas Raouf et Abdo. Voilà, je ne connais pas tout le monde, bravo. Alors, la suite démarre dans quelques minutes et donc je donne le micro à Will. Salam alaikum. Bon, il y a des gens qui sont là, je m'en ai Nourdin. Malish Nourdin, vous n'avez pas mon tari. شكرا لكم بزاف وتبارك الله عليكم. Bien sûr, il y a un peu en contact, il y a un groupe d'Algérie Marketers. ولا في فيسبوك ديالي ومرحبا بكم ميرسي بزاف مره اخرى وسلام عليكم. نقول لكم شكرا كامل ان شاء الله استفدتوا من الحصه اللي درناها هنايا وان شاء الله عندكم الجيريان انترنت ماركترز ولا فيسبوك ديالي حسام زاوي يسال اي رساله اي سؤال الله يدخل المجال ما حتى يكون جديد يسال اي سؤال مرحبا بكم كامل وشكرا لكم مره ثانيه. شكرا لكم على هذا المتابعة، شكرا لكم إن شاء الله تكونوا استفدتوا وخدموا أخويا نعطيهم حق إن شاء الله. ربي يعاونكم خوتي ملاقاة الخير إن شاء الله. بون يعطيكم الصحة. عندك كلمة؟ غير واحد كلمة بالك قبل ما نمشي حيت حشومة أنك دابا حاليا حشومة أنك تكون كونيكتي قدام فيسبوك أو لا في البيسي ديالك كونيكتي في لي ريزو سوسيو وما تخدش شي حاجة تكون عندك شي حصة من ديك الفلوس اللي كدوز مورا ليكم راه هادي هي وتبارك الله عليكم والله يوفقكم. بون اللي جا معليش تفكر فرق بال ها هو جاي اللي تاعنا تعريفك تمك ريحك اوكي اطلع اطلع
معليش غادي نجي هكا كنكمل Merci tout le monde, merci. Allez, on démarre et la parole bien sûr à notre invité, Rohan Mahdavi. السلام عليكم. بغيتكم أول حاجة تصفوا على راسكم لأنكم تقريبا 10 مليون ديال الجزائريين اللي كيتابعوني كل شهر، فتصفوا على راسكم. أولا كنشكركم على حفاوة الاستقبال. تبارك الله ما كنتش كنعتقد ان كاع الاخوان هنا في الجزائر وصراحه يعني يلا جيت من المطار يعني كانت شويه السفرة صعيبه فلولا الناس اللي وقفوا معايا لانه كما كانوش هما ما كنتش اليوم غنكون هنا فبغيتكم تصفوا عليهم كذلك. صراحه كنت غادي نجي ندير محاضره ولكن تبارك الله جت الاخوان كثار ففي العوض ما غادي ندير محاضره الا سمحتوا غادي نخليكم اليوم انتم تهضروا اللي عنده شي سؤال اللي بغى يعرف شي حاجه عليا فمرحبا بالاسئله ديالكم انا معكم اليوم ان شاء الله شحال الى حدود الساعه حتى تشبعوني بابا لا pour les gens qui connaissent pas شكون ما كيعرفش امين راغي أمير راغب وعلم بالله من قولتنا مدون ويوتيوبر متخصص في المجال التقني بديت المجال ديال التدوين تقريبا هذه 9 سنوات ما كانش ساهل طبيعي الحال انك تبدا لانه كنعرف ان كاين الجزائر كاين المغرب يعني صعيب جدا انك انك تبدا في المجال الرقمي فكانت البدايه شويه صعيبه ولكن الحمد لله يعني من بعد واحد 9 سنوات لقيت القناه ديالي واحد النجاح كبير في الوطن العربي حصلت على مجموعه من الجوائز اللي هي دوليه ومحليه وفوالا يعني اليوم انا معكم ان شاء الله باش نتفاعل معكم مباشره واللي عنده شي سؤال ولا بغى يعرف شي حاجه عليا فمرحبا بكم. فوالا. السلام عليكم. وعليكم السلام. صافي بليزير نشوفو قدامنا. الله يبارك. مرحبا بك خويا عندنا. الله يبارك. عندي واحد السؤال فيما يخص لونسيت مؤخرا انت حطيت فيديو على واحد السيت شري منو لي بي دافيون سيت لندن. ايه. بون جيت انا موراك سيت لو ميم سيت مي لو بري كان شويه الفي. اسكو لو بروبليم كتن ديبار من الجي ماشي من المروك ولا شوف لا متفق معاك شوف هو البي الثمن ديالها كيلعب فيه بزاف ديال المؤثرات يعني البي غادي تقدر دابا تعاود تقلب عليها تلقاها رخيصه تقدر تعاود دابا تقلب عليها تلقاها غلا من ذاك النهار اللي قلبتي عليها لان لاطات فاش غادي تسافر كتلعب واحد الدور كبير وبالتالي فهاد الاثمنه ديال الطياره كيبقاو يطلعوا ويهبطوا بحال البورصه يعني الا كانوا لي بلاص كتاب وما كاينش الدوموند راه تيخاسوا الا كان الدوموند كثيره راه تطلع الثمن البي فانت ممكن خاصك تسافر فيها خاصك تقلب على يعني هنا الا كنتي انت مرتاح تقدر تسافر في اي شهر كتقلب على الشهر والنهار اللي هو يكون ارخص شهر في ارخص نهار او ارخص نهار في ارخص شهر باش تقدر انك الثمن يكون قل انا شخصيا اش كندير بيسكو انا مثلا كنمشي سياحه او هذا فانا كنحاول ارخص شهر وارخص نهار في ارخص شهر وكنسافر يعني انا ماشي ملزم عليا مثلا نسافر في لو 21 ولا في لو 22 يعني اي تاريخ اختاريته راه ما عنديش مشكل فوالا هذه هو نوعا ما التقنيات باش خصك تخدم في لو سيت. السلام عليكم اخي امين انا امين سبان بليزير الله يبارك فيك ريسيفور ايسي تو لو بليزير صحيح بارك الله حبيت نسالك على لاكارت بايونير
كيفاش نعمل هادرو كي ما كاينش لا ليزون بين بايونير و بايبال ما عرفش كاين هادرو لا ليزون كيفاش حبيت انا حبيت نعملها بديت انا لا بروميير فيديو اللي تفرجتها بربح من الانترنت كانت تاع بديت بها بديت نربح من الانترنت بصح ما عرفتش كيفاش ندير لا ترانزاكسيون بين من بايبال لبايونير سيتهم ديلات سيت بزاف ديلات سيتهم ديلات و قنعتهم بزاف حتى ريكوندوني بليزيور فوا هو اللي ما كانش ما نقدرش نربطها بيناتهم شوف كيفاش نعمل انا بايونير ما كتشحنش الا من اما يكون شي شركه عندها عندك معاها كونت اللي تشحن لك الحساب مثلا تكون في كليك بانك او لا هذا اللي تربح يصيفطوا لك الفلوس كبايونير او لا يكون عندك حساب مثلا بحال الناس اللي عندهم ادسنس يكون عندك حساب امريكي إذا كان عندك حساب أمريكي وتقدر أنك تصاوب كونت جوجل أدسنس حساب يعني حساب جوجل أدسنس أمريكي مثلا تخدم بـ RDP هادو هما اللي يقدروا يشارجيو لك بايونير بايونير دابا كتشارجا مع عند واحد آخر عنده بايونير كاينين كذلك مواقع اللي كيلعبوا دور وسيط أنهم تياخذوا من عندك كاش وكيخلطوا وتيشحنوا الحساب ديالك في بايونير ولكن هاد لي سيت هادو ما ريكومونداهمش ليك لان بعض المرات كيوقع قدر طاح احتيال يعني صيفط فلوس وما وصلك والو في بايونير فالحل تيبقى من بايونير بايونير يمكن هاد الحاجه غادي نقولها اول مره وهي كيفاش تشحن البايونير ديالك او كيفاش تحيي البايونير ديالك باي بال هادي اول مره غادي نشرحها فكيما كتعرف البايونير مابقاش كتقبل باي بال وباي بال اللي مابقاش كتقبل بايونير باي بال اللي مابقاش كتقبل بايونير لان بايونير صبحت واحد المنافس باي بال هذا هو السبب علاش كبسوا فالقضيه شنو هي هي انا خصك تتصل بالدعم ديال باي بال تتصل بهم وكتقول لهم مثل وخاص هنا يكون شي واحد يهضر لونجلي مزيان يعني ما كنتش تهضر لونجلي بعثت لهم هذه درتها هذه مديوره هذه حيت انا سوبريما وليا الكونت ديالي هاكا سوبريما من باي بال وعاود اجوتيتو مره اخرى فكيفاش خاص شي واحد يكون تعرف يهضر لونجلي مزيان يعني الا كنتي كتعطر فيها ولا كتعرفوا هذا شي مغربي ولا جزائري ولا يعني خاصك تكون تهضر لونجلي مزيان ولا شوف شي واحد يهضر لونجلي غايقول لهم هذا الرساله يقول لهم انا راه قلت لي ماي يو اس بانك اكونت حساب ديالي في امريكان هما ما عندهم حتى شي طريقه باش كيفيريفيو واش هذاك بايونير ولا ماشي بايونير ما عندهمش شي طريقه فهو حاجه وحده غادي يقدر يقول لك واش انت متاكد ان هذا اتس يور يو اس بانك اكونت ولا بايونير اكونت تقول لي لا لا هنا تجبد شويه ولا لا اتس ماي يو اس بانك اكونت تيلي اللي كنتي اكتيفي هذه هي الطريقه اللي كاينه دابا هذه هي الطغره اللي كاينه دابا سينو راه ما كاينش شي طريقه اخرى صحيح بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك الاخ امين في بلدك الثاني الجزائر يعني ديت الكلمه باش ما عنديش سؤال ما شاء الله انت راك ما تبخلناش بالمعلومات في الموقع تاع المحترف وعلى بالي بلي راح تزيد العطاء تاعك انا برك حبيت نقدم تشكرات لك انه مشيت يعني بحث يعني ما شاء الله دي كونتاست تما ومشيت يعني في ميدان التصميم وين مشيت به يعني في ايضا في الواقع ايضا حبيت ننتهز الفرصه وبحكم اني يعني الظروف اني رايح مروح الان حبيت برك اذا كان تحت اذن يعني المنظمين نتقد صوره معاك ونسلم عليك ونشكرك يعني شخصيا اذا كان في الامكان صدفة اني شفت احد فيديوهات على القناة ديك عن طريق صدفة وكانت هذه بدايتي في المجال التقني ويعني بالمناسبة اذا كنت متذكر كنت انه الغانيون في كونتيست تاع 2014 تاع احسن تدوينة ونشكرك على البريزونس تاعنا اليوم ومرحبا بك في بالك ثاني جزائري الله يحفظك اخويا شكرا بارك الله فيك
السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك خويا امين. الله يخليك. انا من اشد متابعي لك. بارك الله فيك. مرحبا بك بارك ثاني. الله يحفظك. عندي سؤال خاص بتريد في موقع ايطورو. نعم. شفت بلي تربح مبالغ خياليه ومحمسه جدا محمسه. عندي سؤال بما يخص الفوائد الربويه. اسكو هناك طريقه نعم هناك الحساب الاسلامي. الحساب الاسلامي هو حساب غير ربوي، ولكن الاشكاليه هو ان الدفع خاص يكون 10000 دولار. سقف كبير. 1000 دولار سقف كبير للاسف. وكنت في واحد اللقاء كان كيجمعني بالاداره ديال ايطورو في لندن، هضرت معهم على هذه القضيه هذه وقالوا لي انهم ما يمكنش انهم ينقصوا هذا السقف هذا، يعني اللي يخشى من الحسابات الغير ربويه فتبقى انه خص يخدم ب 1000 دولار. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافيه. وسؤال ثاني اذا سمحت، هل لديك تجربه في التعدين؟ تعدين بيتكوين؟ نعم. لا لا عندي تجربه ميدانيه عندي، ولكن لا تؤهلني انني افتي في التعدين. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم خويا. عليكم السلام. صافي كيف الله يحفظك. بحال الحال في اليوتيوب كي الله يكين انا تتبدلش حتى صوتك. صافي بليز اخي شفت الفيديو تاعك تاع تفتح المدونه ودير شروحه تاع لي برودوي. كيفاش تقدر تطلب دوك لي برودوي؟ واش لازم يكون شروط عندك في المدونه ولا في السيت تاعك باش هما يقبلوا هذوك البرودوي؟ جميل، هذا السؤال زوين بزاف لانه كان دار مشكله. لان بزاف الناس ولاو تينتحلوا الشخصيه ديال المدونين المعروفين من بينهم هذا العبد الطاهر، ولاو تيخلقوا مشاكل لينا حنا مع شركات. الشركات اللي كيقولوا انهم مثلا تيمشي عند شركه كيقول لها انا امير الرغيف وكيصيفطوا ليه، وكاين اللي كيدوموندي فلوس، تيدوموندي فلوس مهمه، كاين اخر حاله 5000 دولار 5000 دولار. يعني الشركه ما تاكدتش من الهويه ديالو، مشات صيفطت ليه 5000 دولار وصيفطت ليه الجهاز و 5000 دولار. بسهوله لانك انت هنا ما تيهمك لا جوجل ادسنس لا والو، انت تيهمك انا غير تخفض ترتيبي تخفض. كتشري ماشي كتشري كاين خدمات مجانيه اللي كترسل لك دي فيزيتور وهميين، هادو كيساهموا انه كينزل لك الترتيب ديالك بسرعه. فانت خصك الهدف ديالك هو تنزل غير على 100000، حيت غير تنزل على 100000 غير توصل 100000 راه غادي يوليو تيصيفطوا لك هما. يعني حيت 100000 يعني في المحتوى راه هي ماشي شي حاجه كثيره، ولكن انت ما غاديش تضمن شي حاجه كثيره، ولكن خليهم يشجعوهم انهم بداو يصيفطوا لك منتجات ديال 10 دولار 15 دولار 20 دولار حتى 50 دولار. اما غير ذلك يعني ما حدك انت المدونه ديالك هذو كتنزل في الترتيب الا انهم كيزعموا انهم يصيفطوا لك منتجات اخرين، لان هاد الناس هادو ما كيعرفوش المحتوى العربي، ما عندهمش مثلا واحد الشيء انا تهضر لك عن طريق تجربه، واحد الشينوا راه ما كيفهمش العربي ما فاهم كاع علاش كدوي، هو تيهمو دي ستاتيستيك، كيصيفط لك ديك الرساله تيقول لك انا كنتابعك تعجبني داك الشيء كدير، هو راه ما تيتابعك ما تعرف كاع علاش كدير، هو غير في الاخر خصو يصيفط لك هذاك البرودكت ويبان يبان عنده يبان في السيت ويب ديالك. انت هنا خصك تلعب على واحد القضيه وهي المصداقيه، الا وصلك هذاك البرودوي ما فيها باس هضر عليه انشره في السيت ويب ديالك، حيت هذا الشيء غادي يخليهم هما يبداو يصيفطوا لك. حيت كاين بزاف الناس تبعوا الحلقه وتيشدوا البرودكت ما باقيش كيهضروا عليه، وهذه نقطه خايبه لانه حتى انه غادي تولي مثلا نقطه سوداء، يعني غتهضر على المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا غادي تولي نقطه سوداء ما باقيش يصيفطوا لك. فانت الا درتي برودكت ودرتي ليه ريفيو راه تيزعموا عاودوا يصيفطوا لك، وانت لا، لان في النهايه انت غتبدا تهضر على المنتجات ديالهم وهما تيصيفطوا لك منتجات مجانيه، ومع لو تتولي الثقه، يعني واحد الوقيته كيبداو يصيفطوا لك تلفزيونات ويصيفطوا لك اجهزه اللي كتقدر توصل حتى 1000 دولار. فوالا هادشي اللي سؤال واحد اخر ثاني، واش من لغه نقدر ندير في هذا الشروح؟ باسكو فيديوهات خير. لا دير غير بالعربي، هذا ما تفهمش اللغه، انا ما تفهمش، انت تهضر غير بالعربيه، واحسن انك تهضر غير بالعربيه، احسن ما يفهموكش اش كتقول. انا واش كتقول كتقول ما غيصيفطولكش. فوالا لا هضر كاع بالامازيغيه ما عنديش مشكل، انت غير هضر فهمتي، هو هضر باللغه اللي هو كاع اصلا ما يفهموش، هذه غيكون هذه نقطه ايجابيه بالنسبه لك انت. صافي انت ممتلئ واش نصيحتك؟ نعم مبتدئ واش لازم مبتدئ في مجال التدوين المرئي. وصراحة هذه هي الكونفرنس ديالي كانت على علاج، فطبيعة الحال الناس اللي مبتدئين واللي بغاو يبداو في المجال ديال التدوين، بطبيعة الحال كمدونة أنا الآن كنعيش من التدوين، كنعيش من هذا الشيء اللي كندير، وصافي بليزير لأنك كنت توصل لواحد المستوى اللي كتعيش من داك الشيء اللي كتبغي، يعني ما كتحسش براسك خدام.
وكتحس بواحد الاستقلاليه من ناحيه الزمن والمكان، يعني تقدر تخدم فين ما كنتي ووقت ما بغيتي، يعني ما تلقاش تحس بواحد الحريه. بالنسبه كمبتدئ الا بغيتي تبدا في مجال التدوين المرئي، غادي نقول لك كاينين بعض الاسرار، هاد الاسرار هادو اكتسبتهم من التجربه الميدانيه. لانه دابا الا مشيتي لجوجل وكتبتي مثلا هاو تو بي سكسيفول يوتيوبر، تلقى بزاف الناس كيهضروا عليها، كتعطيك بزاف ديال النصائح. للاسف هاد النصائح تخدم لك في امريكان، تخدم لك في الشينوا، ما تخدمش لك هنا. علاش؟ لان لا مونتاليتي اغا مختلفه، والطريقه باش كيفكروا مختلفه. فبالتالي باش تكون باش باش تجلب واحد العدد ديال المشاهدات وباش تحقق واحد النسبه ديال النجاح، كيخصك تتبع بعض الامور. اولا هو انه الان انا تنهضر لك على دابا المحتوى العربي، دابا لانه قريب من المحتوى العربي، خاصو افكار اللي هي متميزه. كنهضروا على افكار متميزه، يعني الابتعاد عن النقل، يعني اولا تنحاول نكرر واحد الشخصيه اللي هي معروفه. مثلا تشوف سيبا شي يوتيوبر عندكم معروف، كتشدو انت كدير داكشي اللي كيدير هو بالاسلوب باش كيقدم بهذا، ما عمرك غتنجح، لان هذاك السيد كتب واحد العدد ديال الافكار ولا عنده واحد لو ستيل معروف به. فبالتالي انت اللي جيتي بديت تقلدو ما غاديش تنجح وما غيتابعوكش الناس. علاش؟ لانك ماشي بدا شي اضافه. فهنا علاش هضرت على الفكره خاصها تكون فكره متميزه. كاين بزاف ديال الافكار اللي ممكن انك تستغلها واللي ممكن انك تخدم عليها. مثلا نعطيك انا غير واحد السؤال، واش كاينه شي قناه ديال الميكانيك معروفه في العالم العربي؟ ما كايناش قناه الميكانيك. وباغ كونتخ الميكانيك مطلوب، يعني الناس كيبغيو معلومات على طوموبيلاتهم، تيبغيو يعرفوا معلومات على طوموبيلهم، كاين بزاف ما تكون. ما يخص نصائح دي توتيزاسيون في الطوموبيلات، بزاف الحوايج. يعني ها واحد المجال كاين دابا وما غير مستغل. يعني مثلا الا درتي واحد قناه يوتيوب وكانت هذه الفكره هذه، كاين واحد البورسونتاج كبير انها تنجح، لان ما كاينش هناك تنافس في هذا المجال هذا. هذا واحد. اذا هذه هي الفكره، اولا خصنا نركزوا على الفكره، الفكره خصها تكون متميزه. نقطه ثانيه وهي طريقه التقديم، لانه ما يكفينيش ان تكون عندي فكره متميزه او لا فكره زوينه والطريقه التقديم ديالي تبان ثقيله على اللي ما كنعرفش نقدم هذاك، ما تنشرحش مزيان. يعني اذا كانت طريقه التقديم ناقصه كون على ما غاديش تنجح. واخا تقول انا مشيت وشفت واحد الفكره مزيانه وخدمت عليها، ولكن ما عنديش الفيوز، ما عنديش سبسكرايبرز، وتبقى تطرح هذا. علاش؟ حيت يمكن طريقه التقديم باش كتقدم هذاك المحتوى ماشي مزيان. وطريقه التقديم خصك تعرف واحد الحاجه، خصك تعرفوا الاخوان، انا طريقه التقديم ماشي مزيانه، غير ماشي مهمه غير بالنسبه باش انك تجيب دي فيوز ودي سبسكرايبرز، ولكن مهمه كذلك بالنسبه للناس. هادشي في المستقبل اللي غادي تولي تبغي دير شراكات مع شركات، لان واحد الشركه مثلا، نعطيك على سبيل المثال، مثلا انا بغيت يعني شركه ديال التليفونات، عندها تليفون، هذاك التليفون بغيتني انا ندير ليه الاشاره اولا بغيتني انا نهضر عليه، طبيعة الحال ما غاديش تسمح هذيك لا مارك ديالها تبان في واحد البلاصه اللي هي انا اولا ذاك السيد ما تعرف. اضافه الى طريقه التقديم هي الاستمراريه، لانه كاينين بعض الناس اللي كيبداو وتيقطعوا، يعني يخدم مثلا شهر هو تيدير لي فيديو، يبان لك كل سيمانه كيحط فيديو، ولكن من بعد تيقطع، ما تيقول علاش انا حاولت وهذا وتنقدم مزيان والفكره عندي مزيان وكنقدم مزيان، ولكن ما عنديش لي سبسكرايبر، ما تيشوفونيش الناس، ما كيبارطاجاش لي فيديو ديالي في المواقع الالكترونيه غير ذلك، فهنا غادي توقف. وهذا هو المشكل الكبير عند بزاف ديال الناس، كيبغي اون فوا يبدا يلونسي لي فيديو عصافي خصو ينجح. ماشي بالضروري، انا النجاح الفعلي ديالي ما بدا على 3 سنين على 4 سنين، عاد بديت تحس بانني بديت تنجح. فماشي بالضروري انك تنجح من غدا، انت المهم عندك هو انك كدير شي حاجه اللي مزيانه اللي عاجباك، كتعجبك هذاك الشيء اللي كدير وخدام عليه، ما كيهمكش انه وقتاش غينجح انت ولا فين، هذا الشيء ما تيهمكش. اللي كيهمك هو انك تفوكس على الكونتينيو ديالك وتستمر فيه. الاستمراريه بطبيعه الحال راه ماشي سهله، لان كاين بزاف الناس كيسولوني دابا تيقول لي واه 8 سنين وانت تدير لي فيديو، منين جاتي جوك وكل نهار وكل سيمانه كتحط 4 لي فيديو كيجي جوك الافكار ديال كل 8 سنين بزاف. فبطبيعه الحال خص كذلك هذه الاستمراريه واحد الوقيته راه تيكون عندك ما تقول العام الاول العام الثاني، ولكن تقدر مثلا الشهر الاول والشهر الثاني، ولكن من بعد خاص غير يكون عندك واحد دي سورس دانسبيراسيون، خاصك انت تعرف كيفاش تجيب افكار في مواضيع جديده. نعطيك على سبيل المثال، مثلا نرجعوا للقناه مثلا ديال الميكانيك،
تقدر مثلا غير انطلاقا من الحديث ديالك مع الاصدقاء ديالك والمشاكل اللي كيعيشوا كيجيوك افكار. نقدر نقول لك واحد القضيه، انا غير دابا ملي كنت جاوني تقريبا ثلاث افكار ديال ثلاث حركات، يعني غير من خلال الهضره مع الناس. فغير من خلال الهضره مع الناس، وهنا غادي نهضر على واحد النقطه اخرى كذلك كتخلي القناه ديالك ناجحه، وهي انك تقرب من لي فان، يعني تحاول انك تتانجيج تتواصل معاهم تانجيج معاهم، كتشوفوا واش كيبغيو اشنو علاش اش بغاو علاش تيقلبوا. الا مثلا شفتي عندي انا كنلقى بعض الناس يقول لك اخويا هضر لينا على هذه، هضر لينا على هذه، هضر لينا على هذه. فبطبيعه الحال من اللي كتشوف واحد السيد مثلا يقول لك هضر لي على هذه، وبزاف الناس تيشاطروا نفس الوقت، فبطبيعه الحال خاصك تونجاج خاصك تهضر على هذيك القضيه، لان الناس كيتسناو فوالا ها واحد الفكره ديال فيديو مثلا جات. كاين كذلك تقنيا مثلا كاينين دي سيرفيس بحال مثلا جوجل ترند. جوجل ترند تقدر يعطيك افكار، يعني تعطي كلمه دلاليه وتشوف شحال الناس تقلبوا عليها. هذه مهمه جدا لان كتسهل عليك تعرف واحد الموضوع راه دابا داير البوز، فبالتالي خص يعني ملي كتشوف واحد الموضوع داير البوز راه مزيان لك انك تهضر عليه، لانه كذلك ما تهضر عليه غادي يبقى الناس كيشوفوا غادي تبارطاجا. لان كذلك خص تعرف واحد القضيه، انك الا بغيتي الفيديو ديالك تبارطاجا في مواقع الاجتماعيه ولا غير ذلك خاصو وسكتو الا كان في البوز او الا كان في شي حاجه اللي هي تشغل الراي العام في هذاك الوقيته، راه بطبيعه الحال كل علاقه غير بارطاجيو هذا لانها غاديه في ذاك الفلو، فهمتيني؟ فوالا كاينه نقطه اخرى اللي بون فوالا هذه فيما يخص الاسئله، والاستمراريه بطبيعه الحال تنأكد عليها لانه كاين بزاف ناس كيبداو كيقطعوا. انا نهضروا دابا على كاين نقطه اخرى وهي الادوات، لانه بطبيعه الحال اي يوتيوبر يلاه تيبدا ما تيكونوش عنده ادوات باش يصور باش يدير بزاف ديال الحوايج، فهنا هنا نقطه صعيبه شويه. انا واحد الوقيته بديت بكاميرا تقريبا دولار دولار ونص، وكانت خاسره 15 درهم يعني، وكانت خاسره وشريتها من الشوطيه من الخرده وكانت خاسره وصوتها والكاميرا ما تبينيش مزيان وما عنديش ميكروفون والبيرو ما عنديش، ومشيت الماريو ديال الوالد والوالده ما بقاش خدامين به هرستو وصوبت منه طابلة. ولكن هادشي كان شحال هادي دابا صعيب، علاش؟ لان دابا ولا عندنا واحد الكواليتي ديال ولا المحتوى اللي عندنا ولا محتوى اللي كتلقاه مصور مزيان، ما جاتش انت غادي تبان. الا جيتي مثلا جيتي دير تصوير ديال مثلا فيديو ما مصورش مزيان ما غاديش يقبلوا لك الناس، واخا الموضوع مزيان ولا واحد الفيديو مزيان والصوت ما مزيانش ما غاديش يقبلوا لك الناس. غادي يكون واحد الوقيته كانوا تيقبلوا هادشي، مي دابا غادي مثلا نصور بهذيك الكاميرا والنيف ديالي يبان هنا وعيني كتبان هنا ما غايقبلوش الناس. ف بطبيعه الحال هنا تيبقاو بعض النصائح اللي نقدر نقدم لك فيما يخص الماتيريال باش تخدم انت لا كان التجربه الشخصيه. كاينين دي كاميرا ديك بحال اس جي كام 4000 هي واحد الكاميرا ديالها بحال هذه اللي هزها السيده هذا. هذه الكاميرا هذه تقدر تشريها ب 20 دولار ماشي شي حاجه كثيره، 20 دولار وتقدر تعطيك محتوى اللي هو بروفيسيونال. تيبقى لك الصوت، كاين دي ميكروفون اللي كاين ان ميكروفون اللي ما كيفوتش 30 دولار سميتو سامسونج مايك، تو تعطيك الصوت اللي هو اش دي، وكتقدر انه هنا غادي يولي عندك الصوت اش دي والصوره اش دي واحد الثمن واحد البيدجي اللي ما تيفوتش 60 دولار ولا 70 دولار. يعني هنا تقدر تبدا تحط دي فيديو. دابا انا غادي نهضر معاك كذلك تكنيكمون يعني من الناحيه التقنيه في لي فيديو، كاينين شي طرق خاصك ديرهم في الفيديو باش ينجح باش يكسب مشاهدات وباش يكسب دي كليك. كاين عندك اولا العنوان، العنوان خاصو يكون عنوان اللي هو مثير للانتباه، يعني ماشي نعطيك انا واحد نعطيك انا واحد الحاجه من هذه انطلاقا من الامور اللي عشتها. كنت درت واحد الفيديو مهم وسميتو تعرف على مخاطر الميتاداتا، صافي مخاطر الميتاداتا ماشي 20000 فيو ولا لا هذاك الفيديو دخل. عاود درت فيديو اخر نفس الفيديو ولكن اش كنت فيه؟ قلت ليه حذاري صورك يمكن تحديد مكانك من انطلاقا من صورك، كوع جيت نشوف هذاك الفيديو علاش الصور مخاطر اعصابي باش تشوف بالساتيليت، فهمتي؟ راه نفس العنوان، يعني هذاك الشيء اللي هضرت عليه في هذيك الحلقه هو اللي هضرت عليه، غير العنوان تبدلته. يعني العنوان مهم جدا باش يكسب لك مشاهد، باش يجيب لك ناس اللي يهتموا بهذاك الموضوع، والعنوان خصو يكون بسيط ويكون مثير. تتبقى نقطة أخرى اللي هي دابا خدام حاليا وهي في الكفر ديال لي فيديو، عرفتي ديك الفيديو اللي تيكون فيه بلاي كتكون واحد الصورة كتبان الله، هذيك الصورة راه مهمة جدا وكتلعب واحد الدور تيخلق
تيخلق اختلاف في المشاهدات. هذيك الصوره اللي خاصكم ديروا خاصها ديما تكون صوره فيها الوان مثيره. اشنو هو الالوان المثيره؟ مثلا يكون فيها الصفر، يكون فيها الخضر والكاكع. علاش؟ لانه ملي غتبارطاج الفيسبوك ولا هذا، ولا مثلا واحد تيشوف واحد يكون البس ديالي يعني دوماج انه بقى في هذا، ممكن وريتكم الفرق. لانه مثلا تكون عينك كتشوف واحد المحتوى وتيبان لك واحد الفيديو فيه شي طبعه بالصفر او لا فيه واحد الدائره بالصفر، عينك اوتوماتيكمون غادي تضر لجهتو، فبالتالي غادي تكليكي. هكا كي كنتي تتصفح في فيسبوك، يعني اون فوا غادي يبان لك شي دائره بالصفر ولا بالخضر والفاقع، عينك غادي تضر لجهتو، فبالتالي هذا تاثير الانتباه. هادشي كله كنديروه باش نثيروا الانتباه، يعني غادي يضو يشوف معايا، غيدور عينيه يشوف غيقرا العنوان غيلقاه مثير غيكليكي، فبالتالي غادي تزيد نسبه المشاهدات ديالك. فهادو دي تخوك دي زاستوس اللي ممكن من خلالهم انك تنجح القناه ديالك، هادشي انطلاقا من التجربه ديالي الميدانيه. السلام عليكم. صافي بليزير والله ملي جيت اليوم ولبيت الدعوه تاع الابجي 2.0. وانا عندي تعقيب برك استاذ امين. كنت وعدتنا في قبل العطله الصيفيه انك راح تعمل حلقه على الانترنت الفضائي. نعم. وما حدث في الانتظار انا ليومنا هذا ولم نشاهد الحلقه. جوستومون هذه الحلقه راه في اطار الاعداد، لانه وقع لي مشاكل مع لانه سي تري ديفيسيل انك تجيب هذاك الماتيريال، لانه غادي تجيب واحد ال ان بي للراس ديال البارابول، وقع لي مشاكل باش امبورتيه لهنا، ماشي ساهل. فانا دابا هضرت مع واحد الشركه، وهذيك الشركه لانه خصو يجي خص عندنا بزاف ديال المشاكل فيما يخص مقننات هاد لامبورتاسيون هادي، لانه خصك تجيب اوراق ديال هذاك هذا ودي سيرتيفيكا وفي الاخر باش يلاه يخرجوا لك هذاك البرودوي، ولا يمكن نفس الامور عندكم. فوالا فانا دابا راه مع الشركه، لان خص الشركه هي اللي تامبورتي، عاد نقدر انني انا عاد يكون عندي انا باش نهضر عليه، يعني ماشي انا لن اخلف الوعد، الوعد مازال قائما ان شاء الله، غير بغيت تحل المشكل انا معكم ان شاء الله. وشكرا جزيلا لك ربي وطيبك في مجالك ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك في الجزائر. الله يبارك فيك. حبيت نسقسيك برك نصائح للمبتدئين بالايتورو، وتعطينا رايك في الشخص اليوتيوبر الامريكي اللي يهدد اليوتيوب. ما هي اليوتيوب تاعو يعني لاشين تاعو؟ نعم. واللي هي فيها 50 مليون مشاهد امريكي. في امريكا دايره في موضوع واضح. بالنسبه للنصائح على في ويلي في امريكا ولكن ما تنشوف موقف. بون بالنسبه للمبتدئين في الطرق، اول حاجه غادي نسال بها هو انه كاين بزاف ديال الناس، يمكن انا كنقول يمكن، انا دائما كنحاول ان اكون قريب من الناس ونشوف واش كيقولوا الناس. كاين بزاف الناس اللي يقدر انهم ما فهموش قضيه بسيط او لا التداول البسيط، لانه كاين بزاف الناس حابهم بسيط، راه غتحط فلوس غتربح، راه ما كايناش هذه القضيه هذه. يعني اللي بغى يتريدي خصو يعرف واحد القضيه، خصو يقرا مزيان على التريدي قبل ما يتريدي. هذه اول حاجه، خصك تقرا مزيان، خصك تعرف فين تحط فلوسك. هذه نقطه اولى. نقطه ثانيه وهي انه خاصك، انا يعني كنصيحه شخصيه، ما تحاولش انك تريدي بواحد المبلغ كبير، خصك تريدي بمبلغ صغير، لانك باقي تتعلم. التريدي راه ما كيتعلمش ما كيتعلمش.